السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف السابع الأساسي ومع سلسلة الدروس التعليمية في مادة الرياضيات. محدثكم المعلم وليد محمد رشيد. ودرسنا لهذا اليوم من الوحدة الأولى والدرس السادس خصائص العمليات على الأعداد الصحيحة. أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع منك عزيزي الطالب بعد مشاهدتك للفيديو أن تكون قادرا على أن تتحقق من خاصية التبديل على العمليات على الأعداد الصحيحة، أن تتحقق من خاصية التجميع على العمليات على الأعداد الصحيحة، أن توجد العنصر المحايد في عملية جمع الأعداد الصحيحة، أن توجد العنصر المحايد في عملية ضرب الأعداد الصحيحة، أن تستخدم خاصية توزيع الضرب على عمليتي الجمع والطرح. نتذكر فيما سبق من الفيديوهات السابقة قاعدة الإشارات في عملية جمع الأعداد الصحيحة: عند جمع عددين متشابهين في الإشارة، أجمع العددين وتكون إشارة الناتج حسب إشارة العددين. ثانياً: عند جمع عددين مختلفين في الإشارة نجد الفرق بينهما وتكون إشارة الناتج حسب إشارة العدد الذي قيمته المطلقه أكبر. ثالثاً: عند جمع عدد مع معكوسه فإن الناتج يكون صفر. أما بالنسبة لقاعدة عملية الطرح عند طرح عددين صحيحين فإننا نقوم بإعادة كتابتها باستخدام الجمع. وذلك يكون بتحويل عملية الطرح إلى عملية جمع ثم نعكس إشارة العدد الثاني فتصبح العملية هي عملية جمع ونتبع قاعدة إشارات عملية الجمع السابقة أما بالنسبة لقاعدة الإشارات في عملية عمليتي الضرب والقسمة أولا عند ضرب أو قسمتها عند ضرب أو قسمة عددين متشابهين في الإشارة يكون الناتج عددا موجبا ثانيا عند ضرب أو قسمة عددين مختلفين في الإشارة يكون الناتج عددا سالبا نأتي الآن إلى خاصية التبديل لنشاهد هذا النشاط وماذا نستنتج منه جد ناتج ما يلي وماذا تستنتج سالب ثلاثة زائد سبعة كم الناتج يساوي؟ يساوي أربعة. نتبع قاعدة الإشارات طبعا اللي هي الخاصة بعملية الجمع. يساوي أربعة. السؤال المقابل له: سبعة زائد سالب ثلاثة، الآن هو بدل. سالب ثلاثة زائد سبعة ثم سبعة زائد سالب ثلاثة. كم الناتج يساوي؟ يساوي أربعة أيضا. نأتي إلى السؤال في الأسفل. سالب خمسة ضرب ثلاثة. الآن عملية ضرب قاعدة الإشارات تختلف عن عملية الجمع سالب في موجب سالب و5 في 3 15 يعني سالب 15 طب يلا نبدل 3 ضرب سالب 5 يساوي سالب 15 ماذا نستنتج الآن؟ نستنتج أنه تتحقق خاصية التبديل في عمليتي جمع وضرب الأعداد الصحيحة أي أننا يمكن لنا أن نقوم بالتبديل في عملية الجمع ويمكن لنا أيضاً أن نقوم بعملية التبديل في عملية الضرب. أما بالنسبة لعملية الطرح والقسمة. لنشاهد هذا السؤال. تسعة ناقص ستة يساوي ثلاثة. أما ستة ناقص تسعة، الآن بدلت أنا في عملية الطرح. ستة ناقص تسعة يساوي سالب ثلاثة. نأتي لسؤال القسمة عشرة تقسيم اثنين الناتج يساوي خمسة أما اثنين تقسيم عشرة يساوي اثنين على عشرة ويساوي واحد على خمسة نستنتج مما سبق أن خاصية التبديل لا تتحقق في عمليتي طرح وقسمة الأعداد الصحيحة إذا لا يمكن لنا أن نقوم بالتبديل في عمليتي الطرح والقسمه. ناتي الان الى خاصيه التجميع. لننظر الى هذا النشاط جد ناتج ما يلي يعني وماذا تستنتج؟ السؤال الاول 9 زائد سالب 2 زائد 3، نلاحظ انه وضع قوسين في اول او على اول عددين. اما في السؤال المقابل له 9 زائد سالب 2 زائد 3 وضع قوسين في آخر عددين. لنحل أولاً السؤال الأول. تسعة زائد سالب اثنين سبعة سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة. أما في السؤال المقابل سالب اثنين زائد ثلاثة الناتج واحد. تسعة زائد واحد يساوي عشرة. هذه بالنسبة لعملية الجمع. نأتي الآن إلى عملية الطرح. خمسة ناقص ثلاثة ناقص سالب واحد أما في السؤال المقابل خمسة ناقص ثلاثة ناقص سالب واحد أيضا نفس السؤال ولكن وضع قوسين في أول عددين ووضع في السؤال المقابل له قوسين في آخر عددين نحل السؤال الثاني خمسة ناقص ثلاثة اثنين اثنين ناقص السالب واحد الآن عملية الطرح نحولها العملية جمع ونعكس إشارة العدد الثاني تصبح موجب واحد يعني سالب السالب واحد يساوي موجب واحد اتنين زائد واحد الناتج يساوي ثلاثة طيب السؤال المقابل له نبدأ بالأقواس ثلاثة ناقص سالب واحد يعني ثلاثة زائد واحد الناتج أربعة تصبح خمسة ناقص أربعة الناتج واحد صحيح هذا بالنسبة لعملية الطرح ناتي الان الى عمليه الضرب 8 ضرب سالب 1 ضرب 8 ضرب سالب 1 ضرب سالب 2 الناتج 8 في سالب 1 سالب 8 نبدا بالاقواس اولا سالب 8 ضرب سالب 2 يساوي موجب 16 طبعا هذه شيء قاعده اشارات في عمليه الضرب اما في السؤال المقابل له نفس السؤال 8 ضرب سالب 1 ضرب سالب 2 نبدأ بالأقواس أولا سالب 1 في سالب 2 موجب 2 8 ضرب موجب 2 يساوي موجب 16 هذا بالنسبة لعملية الضرب أما في عملية القسمة في عملية القسمة سالب 24 تقسيم سالب 4 نحل الأقواس تقسيم طبعا سالب 2 سالب 24 تقسيم سالب 4 موجب 6 6 تقسيم سالب 2 الناتج يساوي سالب 3. لا ننسى قاعدة الإشارات في عملية القسمة هي نفس قاعدة الإشارات في عملية الضرب طبعاً. سالب 24، السؤال المقابل الآن. سالب 24 تقسيم. سالب 4 تقسيم سالب 2 الأقواس. سالب 4 تقسيم سالب 2 موجب 2. سالب 24 تقسيم موجب 2 يساوي سالب 12. هذا بالنسبة لعملية القسمة. طب الآن أنا حليت الأسئلة أمامي عملية جمع عندي عملية طرح عندي عملية ضرب عندي عملية قسمة نلاحظ في هذه الأسئلة المقابلة لبعضها أنه في الطرف الأيمن الأسئلة موجودة في الطرف الأيمن نلاحظ أن الناتج في عملية الجمع وعملية الضرب ها في عملية الجمع وعملية الضرب نفس الناتج في العمود أو في الطرف الأيسر. اما بالنسبه للطرح والقسمه نلاحظ ان الناتج يختلف كل طرف عن الاخر اي انه خاصيه التجميع تتحقق في عمليتي الجمع والضرب للاعداد الصحيحه ولا تتحقق في عمليتي الطرح والقسمه للاعداد الصحيحه وهذا ما استنتجناه من هذا النشاط يعني التعريف كالتالي: تعريف خاصية التجميع. إذا كان ألف وباء وجيم ينتمي إلى صاد، يعني ألف وباء وجيم أعداد صحيحة، فإن أولاً ألف زائد باء زائد جيم يساوي ألف زائد باء زائد جيم، عملية جمع، نفس اللي على الطرف الأيمن هو نفسه على الطرف الأيسر، ولكن نضع أقواس في أول عددين للطرف الأيمن طبعاً، والطرف الأيسر نضع أقواس على آخر عددين. وهذا يعني أنه يمكن لنا في عملية الجمع أن نجمع أول عددين ثم نجمعهم مع العدد الثالث أو نجمع آخر عددين ثم نجمعهم مع العدد الأول. هذا بالنسبة لعملية الجمع، أما بالنسبة لعملية الضرب فإن أ ضرب باء ضرب جيم يساوي أ ضرب باء ضرب جيم ولكن نضع الأقواس لعملية الضرب لأول عددين وفي الطرف الأيسر نضع الأقواس لعملية الضرب لآخر عددين. لنحل هذا التدريب في خاصية التجميع جد ناتج ما يلي بطريقتين مختلفتين إن أمكن سالب سبعة زائد سالب اثنين زائد ثلاثة في عندي طريقتين لحل هذا السؤال نضع السؤالين أمامنا سالب سبعة زائد سالب اثنين زائد ثلاثة وفي الطريقة الثانية سالب سبعة زائد سالب اثنين زائد ثلاثة ولكن في الطريقة الأولى سأضع أقواس لأول عددين أما في الطريقة الثانية سأضع أقواس لآخر عددين هل يمكن لي ذلك؟ نعم لماذا؟ لأنه قلنا أن عملية الجمع تتحقق فيها خاصية التجميع يلا نجمع سالب سبعة زائد سالب اثنين يساوي سالب تسعة السالب تسعة زائد الموجب ثلاثة يساوي سالب ستة أما في الطريقة الثانية بدنا نجمع سالب اثنين زائد ثلاثة الناتج واحد يعني جمعت أنا آخر عددين سالب سبعة زائد واحد الناتج سالب ستة إذا الناتج في الطريقتين هو نفس الشيء نأتي إلى سؤال آخر لعملية ضرب ثلاثة ضرب سالب اثنين ضرب سالب خمسة يمكن أن نحلها بطريقتين نعم يمكن لأن عملية ضرب تتحقق فيها خاصية التجميع أيضا الطريقة الأولى نضع أقواس لأول عددين والطريقة الثانية نضع أقواس لآخر عددين مضروبات طيب تعالوا نضرب الآن يلا أول عددين 3 في سالب 2 سالب 6 سالب 6 ضرب سالب 5 يساوي موجب 30 أما في الطريقة الثانية نضرب آخر عددين سالب 2 في سالب 5 الناتج موجب 10 3 ضرب موجب 10 يساوي موجب 30 ونلاحظ أيضا الحل في الطريقتين نفس الشيء. نأتي الآن إلى عملية الطرح 8 ناقص سالب 3 ناقص 4 الآن في السؤال بيقول لي انه حلها بطريقتين مختلفتين، هل يمكن ان احلها بطريقه اخرى؟ لا يمكن الا ان احلها من البدايه، من اول ما اول عمليه، يعني مثلا 8 ناقص سالب 3 ناقص 4 سابدا بعمليه الطرح لاول عددين، ما بينفع ابدا في اخر عددين، ما بينفع، لانه عمليه الطرح ليست تجميعيه، عمليه الطرح ليست تجميعيه، يلا نحل هذا السؤال، 8 ناقص سالب 3 ناقص 4 نضع الأقواس في أول لأول عددين فقط ما بينفع نعمل لآخر عددين 8 ناقص سالب 3 عملية الطرح حولناها لجمع وعكسنا إشارة العدد الثاني تصبح 8 زائد 3 ناقص 4 8 زائد 3 يساوي 11 11 ناقص 4 يساوي 7 السؤال الرابع عملية قسمة سالب 18 تقسيم سالب 6 تقسيم 2 الآن في هذا السؤال هو اللي وضع الأقواس، مش أنا. هو اللي وضع في السؤال هو اللي وضع الأقواس، يعني بدي أحلها وأبدأ بمين؟ أبدأ بالأقواس. طيب يلا، مين الأقواس عندي؟ سالب 6 تقسيم 2 كم يساوي الناتج؟ سالب 3. سالب 3. طيب سالب 18 تقسيم سالب 3 يساوي موجب 6 إذا عندي طريقة واحدة لعملية القسمة. نأتي الآن إلى خاصية جديدة وهي خاصية العنصر المحايد لنعرف أو نتعرف على هذا العنصر المحايد سواء لعملية الجمع أو لعملية الضرب لننظر إلى هذا النشاط تأمل الجمل الرياضية التالية وماذا تلاحظ سالب سبعة زائد صفر يساوي سفر زائد سالب سبعة عملية الجمع تبدلية بنفع بدل ويساوي الناتج كم؟ سواء سالب سبعة زائد صفر أو سفر زائد السالب سبعة الناتج كم يساوي؟ يساوي سالب سبعة يعني هان الصفر كأنه بيقول لك اجمعني مع أي عدد صحيح بطلع لك إياه نفسه اجمعني مع أي عدد بطلع لك إياه نفسه يعني ناتجه بيكون نفسه نلاحظ أن العنصر المحايد في عملية جمع الأعداد الصحيحة هو مين؟ هو الصفر. إذن في الجمع مين العنصر المحايد هو الصفر. نأتي لسؤال لعملية ضرب سالب خمسة ضرب واحد هو نفسه يساوي واحد ضرب سالب خمسة لماذا؟ لأن عملية الضرب تبديلية. بينفع ابدل طيب كم الناتج لسالب خمسة ضرب واحد أو واحد ضرب سالب خمسة الناتج سالب خمسة. يعني في عملية الضرب العنصر المحايد مين هو حيكون؟ هو الواحد الصحيح يعني كأنه بيقول لك الواحد مش يجمعني الآن اضربني مع أي عدد صحيح بطلع لك إياه نفسه إذا الواحد بيقول لك اضربني مع أي عدد صحيح بطلع لك إياه الناتج نفسه هو يعني أن العنصر المحايد في عملية ضرب الأعداد الصحيحة هو الواحد طيب هل يوجد عنصر محايد في عمليتي الطرح والقسمة مع ذكر السبب يوجد لا يوجد بدنا نعرف لماذا الان السبب نشوف في عمليه الطرح ليش ما ما في الان عنصر محايد في عمليه الطرح بيأتي طالب بيقول لي طب يا استاذ 5 ناقص 0 يساوي 5 طيب انا بقول له بينما 0 ناقص 5 كم الناتج الناتج سالب 5 اذا هل 5 ناقص 0 يساوي 0 ناقص 5 لا طبعا اذا في عمليه الطرح لا يوجد عنصر محايد طيب في عملية القسمة نفس الشيء أربعة تقسيم واحد ستقول لي أربعة لكن تعال نبدل واحد تقسيم أربعة الناتج واحد على أربعة أي أن أربعة تقسيم واحد لا يساوي واحد تقسيم أربعة وبالتالي لا يوجد عنصر محايد إلا في عمليتي الجمع والضرب نأتي الآن إلى خاصية أخرى وهي خاصية توزيع الضرب على عمليتي الجمع والطرح لنشاهد هذا النشاط جد ناتج ما يلي وماذا تلاحظ خمسة ضرب سالب ثلاثة زائد اثنين طبعا يضع قوسين بين اللي هو للسالب ثلاثة زائد اثنين وفي الطرف الأيسر خمسة ضرب سالب ثلاثة زائد خمسة ضرب اثنين لنحل الآن 5 ضرب سالب 3 زائد 2 كلنا بنعرف أنه عملية العمليات عندما يجتمع أكثر من عملية وتجتمع الأقواس نبدأ بأقوى شيء وهي الأقواس نبدأ بالأقواس ماذا بداخل الأقواس؟ سالب 3 زائد 2 الناتج عملية جمع طبعا نطرحهما ونأخذ إشارة الأكثر سالب 3 زائد 2 يساوي سالب 1 هذا ناتج القوس فيصبح 5 ضرب سالب 1 سالب 5 الان ناتي الى 5 ضرب سالب 3 زائد 5 ضرب 2، 5 ضرب سالب 3 الناتج سالب 15. و5 ضرب 2 الناتج 10. طب سالب 15 زائد ال 10، الناتج يساوي سالب 5. نلاحظ ان الناتج في الطرف الايمن نفس الناتج في الطرف الايسر، اي ان 5 ضرب سالب 3 زائد 2 بتساوي 5 ضرب 3 زايد ال5 ضرب 2، يعني ايش اللي صار عندي؟ كانه بقول لك انا وزعت ال5 ضرب 3 ثم وضع عمليه الجمع طبعا لانه العمليه اللي بين 3 و 2 هي عمليه جمع ثم وزع 5 لمين؟ للاثنين فتصبح عمليه التوزيع الان اللي امامي 5 في 3 زائد 2 تساوي وزع الخمسة الآن خمسة في سالب ثلاثة زائد خمسة ضرب اثنين يعني تعريف خاصية التوزيع كالتالي إذا كان عندي ألف وبا وجيم بينتمي لصاد يعني أعداد صحيحة فإن ألف ضرب با زائد جيم يساوي يلا نوزع الألف لعملية الجمع الآن ألف ضرب با زائد لأنه العملية اللي أمامي عملية جمع بين البا والجيم طيب ألف ضرب با زائد ألف ضرب ج بهيك أنا بكون وزعت طيب لا اللي بعديها اللي هي عملية طرح الآن توزيع الضرب على الطرح ألف ضرب ب ناقص ج تصبح ألف ضرب ب ناقص أيضا ألف ضرب ج ألف ضرب ج وتسمى هذه الخاصية خاصية توزيع خاصية توزيع الضرب على عمليتي الجمع والطرح الآن السؤال بيقول اذكر مثال يوضح انه لا يمكن توزيع عمليه الجمع على الضرب، ركز منيح، عمليه الجمع توزيع عمليه الجمع على الضرب، هل يمكن؟ نشوفها نشاهد هذا المثال. 4 زائد 3 ضرب سالب 2 لأنه هو بيقول 4 زائد مش 4 ضرب ها، بده يوزع الجمع على الضرب، عندنا حنشوف. قبالها وزع، السؤال اللي قبالها وزع الان الجمع على الضرب، 4 زائد 3 ضرب 4 زائد سالب 2 ووضع اقواس. لنحل السؤال اللي في الطرف الايمن 4 زائد 3 ضرب سالب 2 3 ضرب سالب 2 الناتج سالب 6 4 زائد السالب 6 يساوي سالب 2 طيب السؤال اللي في الطرف الايسر حل الاقواس اولا 4 زائد 3 7 و4 زائد سالب 2 موجب 2 7 ضرب 2 14 نلاحظ انه الناتج في الطرف الايمن يختلف عن الناتج في الطرف الايسر هناك سالب 2 هنا 14 يعني 4 3 -2 لا تساوي 4 3 4 -2 يعني لا يمكن ها لا يمكن توزيع عمليه الجمع او الطرح على الضرب انتبه منيح لا يمكن توزيع عمليه الجمع او الطرح على الضرب لنحل هذا التدريب جد ناتج ما يلي باستخدام خاصيه التوزيع الان بده اياك تستخدم خاصيه التوزيع ما بدي اياك تحل القوس نستخدم خاصيه التوزيع السؤال الاول سالب 2 ضرب سالب 7 زائد 4 يلا نوزع السالب 2 هي اللي انا حوزعها يلا سالب 2 ضرب سالب 7 ثم العمليه ايش عندي عمليه جمع سالب 2 ضرب 4 حل الاقواس اولا سالب 2 ضرب سالب 7 الناتج موجب 14 وسالب 2 ضرب 4 الناتج سالب 8 يصبح 14 زائد السالب 8 يساوي موجب ستة السؤال الثاني سالب 10 ناقص 3 ضرب 5 بديك تركز معي منيح في هذا السؤال كثير من الطلاب يخطئ في كيفية توزيع هذا السؤال وخصوصا لأنها عملية طرح الآن العدد المضروب في القوس موجود على الطرف الأيسر كيف بدي أقوم بالتوزيع؟ خمسة أولا أضرب الخمسة في مين؟ بوزع الخمسة للسالب عشرة انتبه بوزع الخمسة لمين لأول عدد موجود على اليمين خمسة ضرب سالب عشرة بعد ذلك العملية عملية طرح طبعا ناقص خمسة ضرب ثلاثة يساوي الناتج يلا خمسة ضرب سالب عشرة موجب في سالب سالب خمسة في عشرة خمسين سالب خمسين ناقص خمسة في ثلاثة خمسة سالب 50 ناقص 15 نحول الطرح الى عمليه جمع ونعكس اشاره العدد الثاني زي ما تعلمنا في الفيديو السابق سالب 50 زائد السالب 15 يساوي الناتج سالب 65 تدريب ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره الخاطئه السؤال الاول لا تتحقق خاصيتي التبديل والتجميع في عمليتي الطرح والقسمه للاعداد الصحيحه اجابه صحيحه ممتاز السؤال الثاني العنصر المحايد في عملية الجمع هو الواحد بينما في عملية الضرب هو الصفر إجابة خاطئة العكس طبعا في عملية الجمع هو الصفر العنصر المحايد هو الصفر بينما في الضرب العنصر المحايد من هو هو الواحد السؤال الثالث يمكن توزيع عملية الجمع على عملية الضرب طبعا إجابة خاطئة العكس عملية الضرب هي اللي يمكن أوزعها على عملية الجمع السؤال الرابع 5 ضرب سالب 3 ضرب 7 يساوي 5 ضرب سالب 3 ضرب 7 ولكن وضع في الطرف الايمن قوسين لاول عددين وفي الطرف الايسر وضع قوسين على اللي هو اخر عددين هذه طبعا صحيحه معادله صحيحه السؤال الخامس 4 زائد السالب 8 زائد 6 يساوي 4 زائد السالب 8 زائد 6 تسمى خاصيه التوزيع خاصيه التوزيع بنعرف انه فيها بيكون عمليه ضرب مع جمع أو عملية ضرب مع مين؟ مع عملية طرح إذا هذه إجابة خاطئة فهذه تسمى خاصية تجميع وليست خاصية توزيع نأتي الآن إلى التدريب الأخير السؤال يقول إذا كانت س تساوي 3 وص تساوي سالب 5 وع تساوي سالب 1 جد ما يلي السؤال الأول 2 س زائد ص ضرب عين 2 س تعني 2 ضرب س الان بدنا نقوم بعمليه تعويض يعني بدل هذه الرموز نضع الاعداد الموجوده عندي في السؤال الخاصه بها يلا نحل هذا السؤال الان 2 س تعني 2 ضرب س كم س تساوي قيمتها ننظر الى السؤال 2 ضرب 3 زائد ص كم قيمتها سالب 5 ضرب ع ع كم قيمتها سالب واحد تصبح المسألة اللي أمامي 2 ضرب 3 زائد سالب 5 ضرب سالب 1 عندي أكثر من عملية عندي عملية ضرب وعملية جمع في مين بنبدأ؟ نبدأ بعملية الأقوى مين هي العملية الأقوى؟ عملية الضرب يلا نضرب 2 في 3 الناتج 6 وسالب 5 ضرب سالب 1 الناتج موجب 5 بدأنا بالضرب خلصنا الضرب الآن 6 زائد 5 الناتج يساوي 11 السؤال الثاني 20 ص زائد 100 ناقص 5 س تقسيم ع يلا نعوض 20 ص تعني 20 ضرب ص قيمة ص سالب 5 يعني 20 ضرب سالب 5 زائد 100 لأن هي موضوعة من السؤال موضوعة بين قوسين ناقص 5 س يعني 5 ضرب 3 تقسيم عين اللي هي قيمتها سالب واحد تقسيم سالب واحد أيضا موضوع هذا كله بين قوسين نحل الأقواس أولا في داخل القوس الأول 20 ضرب سالب 5 زائد 100 في عندي عملية ضرب عملية جمع نبدأ بالضرب أولا 20 ضرب سالب 5 الناتج سالب 100 سالب 100 زائد 100 ناقص يلا القوس الثاني 5 ضرب 3 15 15 تقسيم سالب واحد. نحل الأقواس الآن. سالب 100 زائد 100 عدد ومعكوسه. كم الناتج يساوي؟ عدد ومعكوسه الناتج يساوي صفر. صفر ناقص 15 تقسيم سالب واحد، الناتج يساوي سالب 15. الآن صفر ناقص سالب 15، حول الطرح إلى جمع ونعكس إشارة العدد الثاني. صفر زائد 15 والناتج يساوي موجب 15. اعزائي الطلاب في نهايه لقائنا لهذا اليوم نكون قد تعرفنا على خصائص العمليات على الاعداد الصحيحه. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح دروس الوحده الاولى والى لقاء اخر مع درس جديد ووحده جديده باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.